وبعدين تمرين واحد مش قادرين تعملوه؟ ايه الفشل ده؟ كدابة، كداب، كداب، كدابة، مش حقيقي. حقيقي يعني من هنا مفيش حاجة هنا؟ ايه أكتر حاجة بتضايقكم؟ سايبين اللي وراكم جايين تتعلموا تمثيل؟ وإن اللي بره بيقولوا لكم إنكم عمركم ما هتعملوا حاجة؟ عمركم ما هتحققوا شيء. بالشكل ده عمركم. البتاع ده عمره فكر إنه عندهم حق؟ مش ممكن يطلعوا صح؟ فكرت في كده؟ اللي مش بيصدق فيك بيعاملك كده. إيه جبلة؟ كده اوه ضحكتكم انا ها ولا رجوز الدفعه اللي ضحك؟ اعرفكم رجوز الدفعه يا جماعه، عرفهم بنفسك قول لهم انا رجوز الدفعه. اللي انت بتعمله ده اخرس، مش من حقك تتكلم. انت الشبح يعني ولا ايه؟ فارد ظهرك على العيال دي؟ محدش قادر يلمك؟ ذكر او يلا، لو خرجت بره الدايره مش هترجعها تاني. لو كنتوا فاهمين ان التمثيل سهل فهو مش سهل. الممثل اللي بجد بيتعب بجد. لو هو مش مستعد انه يستهزأ بنفسه ويعري نفسه قدام نفسه ويحط مشاعره قدامه ويطلعها على الترابيزه ويفصصها حته حته، يبقى ما ينفعش يبقى ممثل. بيقولوا ان المشاعر مش بزراير، لا هي بزراير. وعشان هي بزراير لازم نعرف كل احساس لوحده بيشتغل ازاي. نعرف الزرار بتاعه، وهو ده اللي انا كنت بحاول اعمله دلوقتي. بنكتشف ده سوا هنا عشان تعرفوا تقدموه بعدين قدام لوحدكم، بس بتحكم، بتحكم. وهنا كلمة السر، مشاعر وانفعال حقيقي نابع من القلب، بس بتقدر تتحكم فيه. أتمنى تكونوا فهمتوا أنا عملت ده ليه. شكرا ليكم النهارده، تقدروا تفضلوا.